مساء الخير. أمسية رمضانية جديدة عبر الحياة المصرية والام تي في اللبنانية، ونجمها من نادته الأضواء وأدرك هو لعبتها وبات الرابح الأكبر، إنه جورج قرداحي. مساء الخير. يسعد مساك. أهلا وسهلا أستاذ جورج. مساك نشان. كيفك؟ مشتاق لك. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى جميع المشاهدين، مشاهدي الحياة والام تي في، و ناطرينك بالحياة، ناطرينك بالام تي في بكل الدول، وكل الأحبة في العالم الإسلامي. بدي لو سمحت موضوع ترمي خلفك. موضوع خلفي مع انستا سيلفي، شو الموضوع اللي ما بتحب تحكي عنه؟ موضوع رميته من زمان. هو بدي اقول يعني هالموجة العابرة اللي مرقت مع الام بي سي كانت غيمة صيف ومرقت، بقى رميناها ورانا. ايه هو رميها ورا، انا لا بعد بدي احكي بالموضوع. جورج قرداحي بدي تبصم لو سمحت، انه المعروف. اسمع مني، ارمي كل شيء وراك. اوكي. ايه رح ارمي. نصيحة. بس انا بس الليله بدي اخذها. ما بتستحق هي، وتلفزيون الحياه بيستحق. لا طبعا الحياه على راسنا وعيننا. شو بدي تبصم هون؟ سمح. ايوه هون وهون. ايوه هيك هيك هيك. يلا وهون. هالسنه عم بتعيد السنه ال 40. انا بصمتني مره مشي 4 سنين. ايه وحو عندي بالبيت، وهيدا كاميرا حطها. ثانك يو حبيبي، ثانك يو. عم تحتفل بالعيد ال 40 لمزاولة مهنة الإعلام والصحافة. والله تقريبا صاروا 40 سنة، معك حق يعني. رجاء جوفك تحت هون. ميرسي أستاذ. ميرسي يا حبيبي. من ال 74؟ من ال 74. إيه صحيح، صاروا 40 سنة. بيتغير مفهوم يعني مع الزمن، مع الصدمات، مع ولا صدمت ليك صدمات بالحياة. ليك مفهوم الإعلام بالمطلق ما بيتغير، بس نظرتنا نحن للإعلام تغيرت. الإعلام هو بحد ذاته تغير. الإعلام اللي كنا نعرفه نحن من 40 سنة ما عاد هو ذاته اليوم. صح. للأسف للأسف. وفي كتير إشياء ما عادت هي ذاتها، لأنه هاللي مرق على العالم العربي، اللي مرق على ما سمي بالربيع العربي، كل هالمتغيرات اللي حصلت يعني أمور غير متوقعة وأمور أنت إعلامي وبتعرف، عم بحكي بالإعلام، أمور لا تمت إلى الإعلام بصراحة، بس خاصة الإعلام الجديد. هيدا شو؟ هيدا تكتب اسمك لو سمحت وتاريخ اليوم. وين بدي أكتبه؟ أيوة هون أمضى. أيوة جورج قرداحي، اليوم 4 جولاي، فورت أوف جولاي، عيد استقلال. شو اليوم؟ أمريكا. لا 4/7/2014 توقيع. أيوة لو سمحت. هذا توقيع المليون. وفي اليوم السادس ظهرت هالكرسي. تفضل، هيدي خصيصا لحلقتك رح نبدأ بهالكرسي. شو هيدي؟ هيدي الكرسي بصواريخ. هيدي شو؟ أقلام. والله الألم بيعمل صاروخ. لا تفضل. لا طبعا صديقنا الله يوجه له الخير حمدي أنديل. ايه قلم رصاص. قلم رصاص. ايه أيوة شكرا. إذا بدي أحكي عن جمال البدايات، بدي لخص كلمة كلمة. الجامعة، لسان الحال، تلفزيون لبنان، مونتي كارلو، أم بي سي رغم الجرح اللي صار، الحياة كتلفزيون، والحياة كلها كمدرسة. كلمة كلمة. أول شيء لسان الحال. شوف المراحل اللي مرقت فيها كانت يعني كل وحدة طبعت شخصيتي بشيء. يعني مرحلة لسان الحال اللي استمرت تقريبا 4 سنوات هي علمتني الصحافة. نعم. هي دخلتني إلى جو الإعلام. تعلمت على يد أساتذة كبار، اللي وأكبرهم الله يرحمه الأستاذ جبران الحايك، رئيس تحرير وصاحب جريدة لسان الحال، الأستاذ كيوان نصار، زملاء عدي الحج كانوا معي وكانوا كبار، يعني كانوا كتاب كبار. هم يعني وجهوا نظرتي إلى الثقافة، إلى الإعلام، إلى الصحافة، علموني تقريبا الكتابة، أسلوب الكتابة. بقى كانت مرحلة كتير مفيدة بحياتي، أسست شخصيتي الإعلامية. منها انتقلت إلى تلفزيون لبنان، كمان بتلفزيون لبنان
كان من حظي ايضا انه اشتغل مع الاستاذ جان خوري اللي جاي من باريس، كان دارس اعلام في باريس وجاي، عم نحكي نحن بعدنا بالسبعينات يعني بال 74 75. كان معي الاستاذ عادل مالك، معي الاستاذ ايلي صليبي وزملائي الاخرين عرفات حجازي وغيره، كلهم اساتذه كبار. وانا كنت ولد يعني بعدني بالجامعه، بقى تعلمت وتاثرت فيهم وتعلمت بعتقد كل شيء جيد في هالمهنه، وتعلمت المثل بهالمهنه. هلا المدرسه الاكبر كانت مونتي كارلو، لانه انتقلت من تلفزيون لبنان الى اذاعه مونتي كارلو. مونتي كارلو موقعها في باريس، مونتي كارلو اذاعه دوليه فيها بدنا نقول فيها جامعه عربيه، لانه كل العاملين فيها ينتمون الى معظم الدول العربيه، زملائي كانوا. انا رايح مسيحي من لبنان بس كلهم مسلمون، اشتغلت معهم كلهم كانوا يا اساتذه بالسوربون وبالجامعات الفرنسيه او عم يطلع او طلاب عم يتعلموا، بقى صار في اختلاط بيني وبينهم. هني صقلوا شخصيتي بمنحى اخر، يعني صقلوا شخصيتي عربيه التوجه، يعني انا طالع من بوتقه لبنانيه مارونيه الى العالم العربي اللي وجدته كله في اذاعه مونتي كارلو. بقى صار فيه بتعرف تطارح افكار، تلاقح افكار، اقعد انا وياهم يحكوني عن اوضاع بلدانهم، يحكوني عن الاسلام، حتى نفتح احاديث عن الديانه الاسلاميه عن الديانه المسيحيه نحكي مع بعض. بقى فتحوا لي نظري على كثير من الامور. بقى كانت محطه كثير. كيف بتحكي عن مسيحيتك والمسيح بي مع زملائك المسلمين؟ لا يعني بحكي انا لما طلعت على القرآن الكريم وقرأته وحفظت جزء كبير منه وفهمته وقرأت الأحاديث وطلعت على كل ما كان يحكى وكل ما سجل من أحاديث والتفسيرات، نعم بقى يعني مسيحيتي صارت قريبة جدا، صار فيني أحكي عنها بكل وضوح وبكل صراحة لأنه مسيحيتي موجودة في القرآن الكريم. هن بوقت كتير بفترة من حياتك كمان أشيع أنه جورج قرداحي اعتنق الإسلام. هن طلعوا كذا 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 إشاعة طلعت من هذا القبيل، يعني طبعا نفيناها، لأنه أنا بقول أنه ما في داعي، يعني ما في داعي واحد ينتقل من دين إلى دين طالما أنه الرب هو واحد. صحيح. وكل هذه الديانات توصلنا إلى الرب الإله الواحد. بقى بالعكس يعني لما بتفهم الإسلام على حقيقته وبتفهم الديانة المسيحية على حقيقتها، بس رح يضل بتلاقي انه هالديانتين تكمل احداهما الاخرى. نعم. بتلاقي انه المفاهيم هي ذاتها، التعاليم هي ذاتها، القواعد الانسانية والايمانية هي ذاتها، القواعد الاخلاقية هي ذاتها. بقى لذلك مش حرزاني واحد يمتلك. بس جورج قرداحي اليوم قبول الاخر، الجيل الجديد، عم بحكي بالاعلام الجديد بالسوشيال ميديا، بعد في رفض؟ نعم. بعد في رفض للآخر لأنه الآخر ما بيشبهني لا بدينه لا بعرقه لا بلونه لا بانتمائه ولا بمعتقده. في رفض، وفي أوقات بتلاقي الناس في ناس بيخبوا. يعني في بعض المشاهير المسيحيين بالشرق الأوسط بعيد الفصح بيكتبوا هابي إيستر، هو هابي إيستر بالإنجليزي وقع المعايدة أخف من وقتها بيقول فصح مجيد أو فصح المسيح مجيد. قام حقا قام. نعم. أو بكريسمس بعيد. نعم. يعني في مراعاة للشعور. ليش؟ لأنه الرأس المال الإنتاج العربي هو المملكة العربية السعودية، فبتلاقي أنه بدون يراء. والله شوف أنا بدك حقيقة عن رأيي. صح. أنا شخصيا أنا ما وجدت في أي عقدي بهالمجال. نعم. وأنا بقول أنه ما حدا بيزايد علي بمسيحيتي ولا حدا يزايد علي باحترامي وتقديري للإسلام. نعم. بقى لما بحكي عن الإسلام بحكي عن فهم وإدراك للإسلام، كما أنه أنا ربيت ببيئة مسيحية وربينا عند إخواني ورهبان وعلمونا الديانة المسيحية كما يجب، لذلك حتى بمسيحيتي ما حدا بيقدر يزايد علي. هلأ أنت اسمك بدل يعني دغري مباشر جورج. لا بس في ناس ما كانوا يصدقوا يقولوا لي في اسم ثلاثي، في شيء اسم ثالث، يعني أنه في شيء مثلا اسمك هل ممكن جورج يكون عبدالله محمد أو جورج، محمد جورج مثلا. يا سيدي يعني كل هالديانات مثل ما قلت لك توصل إلى
إلى نعم. الرب يعني. إلى رب العالمين. من مدينة الأضواء إلى بقعة الضوء الأوسع بحياتك الأم بي سي. نعم. يعني لما طلعت على الام بي سي قالوا مساء الخير انا جورج قرداحي من سيربح المليون من الام بي سي، عملت صرت مانشات، صرت انت العنوان الاساس، ومهدت لجيل كثير كبير من الاعلاميين اللبنانيين، كلنا اقتدينا بحضرتك انه جورج قرداحي كود اذا everybody كان، لانه هو استطاع الكل يستطيع. في 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 مرحلة من حياتك الإعلامية تهيأ لنا إنه أنت والأم بي سي واحد، يعني أنت الأم بي سي والأم بي سي جورج قرداحي توأم، إلى أن أنا بذكر تماماً كيف كيف تلقينا الخبر على بالصحف نهار الأربعاء، بذكر تماماً كان مزعج يعني، وعينا هيك مراعاة لمشاعر سيدي سمر عقوق بالأم بي سي المدير الإقليمي، قلت له سمر امبارح كنا عم نحكي عن أستاذ جورج، فإلى أنت شرخ أول شيء بيندمل هالجرح يعني ولا والله لا. شوف أنا مش عم بعمل برنامج مسامح كريم، أنا متسامح بطبعي يعني. أنا متسامح بطبعي وما علقت كتير أهمية بالأول، يمكن عتبت شوي أو حزنت شوي، كنت ناطر شوية تضامن معي أكتر لأنه القرار مش قرار الام بي سي، كان في قرار جهة أخرى، نحن قرينا السلطات عليا أو ما بقى. المهم أنه كنت أنا متوقع من الام بي سي أنه تاخذ موقف صارم أكثر ومتضامن أكثر معي، باعتبار أنا لي تاريخ مع الام بي سي، تاريخ مش بس ببرنامج من سيربح مليون، تاريخ بإذاعة الام بي سي اف ام، تتذكر اللي أنا عملتها يعني صارت من أهم الإذاعات، أهم الإذاعات يعني، مش ممكن أنه يعني مداخيلها فاقت التصور وقت كنت أنا مستلمها. بعدين الانتقال الام بي سي إلى دبي اللي فضل كبير عليه يعني، أنا كان لي يد الطولة في ذلك، وفي ناس أحياء يشهدون بذلك، السيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة أعمار صح، وكل والجميع يعني، وحتى الشيخ وليد يعني بيعرف، كان لي دور كبير بانتقال الام بي سي من لندن إلى دبي. أنا حملت الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أنا حملت الرسالة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى الشيخ وليد إبراهيم في لندن، يوم كانت جاي الملكة رانيا تزور الام بي سي، وأنا جيت من دبي حتى بلغته انه الشيخ محمد بن راشد ببلغك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني بعدها انتقلت الام بي سي الى دبي، وارتاحت الام بي سي بنقلتها الى دبي، لانه الام بي سي كان في عليها مصاريف كبيره جدا في لندن، بقى انتقالها الى دبي ريحها ماديا. كنت الرجل الثاني في الام بي سي؟ لا ما كنت، انا ما كان لي يعني موقع اداري، لما تركت الام بي سي اف ام ما عاد لي موقع إداري. بس مش ضروري يكون موقع إداري تكون. لا شوف أنا كنت يعني ما بدك تقول رجل، لا ما 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 لي. ياما في ناس بيكونوا على كراسي بس ما بيكونوا ملوى هالكرسي. كان لي احترامي وبعتقد ما يزال يعني، أنا في علاقتي جيدة ووطيدة مع الشيخ وليد وما بتتغير. يعني رئيس مجلس إدارة صح. إيه نعم أنا ما بتتغير علاقتي معه، بعرف إنه في مودة كبيرة أنا وياه، أنا بعزه بكن له كل احترام، وبالمناسبات بعيده وبحكيه. نعم. خلص هذه غيمة صيف عابرة بعتقد. رح أحكي عن تلفزيون الحياة، أول شيء بدي أعرف بعدك بتلفزيون الحياة ولا بطلت بتلفزيون الحياة؟ بالمبدأ بعدي بس الحياة بدي أسألهم، بدنا عم نحكي على الحياة فيز أولى على الهواء، خلينا نسألهم شو؟ لا إنه نحن جددنا العقد وكل شيء ماشي على ما يرام، ومبدئيا كان لازم نطلع ببرنامج حواري قبل رمضان، هلا تأجل إلى ما بعد رمضان. كيف تعاملون معك؟ ناطرين. لا ممتازين ممتازين، لا الجماعة ممتازين، وهلأ بتسلم إدارة المحطة دكتورة منى بدر، قبل دكتورة منى بعتقد أنا الأم إن شاء الله الحياة مقبلة على قفزة نوعية كتير مهمة إن شاء الله. جورج قرداحي بعدين عندهم طموح كبير، أنت بتعرف يعني طموحهم كبير وتطلعاتهم للمستقبل، وبعدهم بعتقد أنا هم بالمرتبة الأولى في بين المحطات التلفزيونية في مصر. ام بي سي مصر ارسلوا بيان بيقولوا ام بي سي مصر بقت رقم واحد في مصر، الحياه بتقول لا نحن رقم واحد بمصر، سي بي سي بتقول لا نحن رقم واحد بمصر. لا مشكلتك جورج قرداحي بيقول الحياه رقم واحد بمصر، لا مشكلتك انه ما فيش احصاءات واضحه يعني. صح. وبعدين انت بتعرف شركات الاستقصاء هذه، شركات كل وحده بتعطي تعمل الاحصاءات مثل ما بعض الجهات بيقولوا لها تعمل. تعودنا عليها ببيروت. بس انا مثل ما بشوف يعني، انا عايش يعني بروح على مصر وبسجل وبسمع الناس شو بتحكي، لا إلها احترامها الحياة، بعتقد أنه ما تزال في المرتبة الأولى وعم تعمل جهد حتى تحافظ
بالعكس حتى تنطلق أكثر، وإن شاء الله الله يوفقهم. إذا عم تسمعوا عملوا معروف، ما عليه اتصال تليفون شيء عملوا معروف لو سمحتوا. استاذ جورج عم يحكي عنكم، مش حيلا حدا. جورج قرديح بدي احكي بعد الفاصل عن لغه الضاد مع حضرتك، بدي احكي عن الوضع الربيع العربي، لانه قلت بالبدايه ما سمي بالربيع العربي وهيدا يؤخذ عليك. في ناس بيجنوا، في حدا مصدق بعد انه في ربيع عربي؟ حتى اهل الربيع العربي ما بقى يحكوا عنه، حتى برنار أنري ليفي نسي الموضوع خلص، شطبوا من اللغة. في فصول أي فصل عايشينه؟ بدنا نحكي مع الأستاذ جورج قرديحي بعد الفاصل. ولا تحلم، بدنا نعرف بأي فصل صرنا. في هذا فصل آخر؟ إيه عن جد، فصل لا وجود، فصل سوريالي هذا. وقف؟ إيه تفضل. فصل سوريالي هذا، حالة سوريالية بعيش العالم العربي. لا مش معه. لا جورج قرداحي هو ضيف ولا تحلم في هذه الليلة الرمضانية على شاشة الحياة وشاشة الام تي في. تفضل جورج قرداحي، كرسي النجومية والتألق. ليه بتحبوا الكراسي والعز؟ انتوا الاعلاميين. شو العالم العربي كله بيحب، بس انا ما بحب غير كراسي. بس انه بصير غصب عني يعني. الكرسي من الام بي سي على الحياة، مع انه ما بحب غير كراسي. اجبرت. لا طبعا الظروف. جورج قرداحي، هل نحن الاعلاميين بالعالم العربي رزقنا ومصيرنا المهني على كف عفريت؟ ايه يعني بقدر اقول لك المثال اللي صار معي، انا اكبر مثال على ذلك. يعني رغم كل النجوميه اجى قرار انه يوقف برنامج فلان، بقى انصاعت المحطه، وقفت البرنامج. يعني من بعد ما كنت تذبح بضفرك بالام بي سي. ما بدي اقول هالقد، بس انه دلال وعز. سؤالك انت بتقصد مني هذا الجواب؟ انا اعطيتك الجواب. انه ايه انا اكبر مثال على ذلك، وفي كتير اعلاميين يمكن كمان ذاقوا الامرين، لانه للاسف ما هو الاعلام صناعه، والاعلام بده مصاري، المصاري مجمعه بمكان ما. عندهم قدرة أنهم يعني ينشئوا محطات كبيرة وبرساميل كبيرة، يمكن غير متوفرة بأماكن أخرى من العالم العربي. بقى إيه يعني إذا بدنا نحكي وخلي البساط أحمدي، مين هو يلي شعل او اشعل فتيل الخلاف تحت الطاوله؟ يعني كان في نوايا مبيته؟ الاربعاء لما بيصدر قرار بيقولوا انه بدنا نوقف برنامجه لجورج قرداحي، خميس الصبح في عدد هائل من الصحف وكانه كانوا كاتبين المقالات الهجوميه ضد حضرتك. ونشرت. تقول لك استاذ نيشان، هي بلشت قبل. انا تعرضت قبل هذا القرار، تعرضت لحمله شعواء في المملكه العربيه السعوديه من صحفيين سعوديين، كنت احترمهم وجلهم، اقرا لهم احيانا، بس للاسف كتبوا مقالات رفض يحرضون طبعا، لانه انا اتخذت موقف من سوريا، اعتبروني موقفي مؤيد للنظام السوري، هم اعتبروا هيك. بقى انا اتخذت موقف مع الناس، مع الشعب، اعتبروا كمان انه انا ضد الشعب السوري. على كل حال هلا بين هلالين برجع بقول لك، بحكي لك عن القصه. بقى في افتتاحيات كتبت في صحف كبيرة، الجزيرة وصحف عديدة، في كأنها موجهة، كانت مبرمجة انه افتكوا بجورج قرداحي، اللي كان عنده خل تجاه جورج قرداحي مثلا. بقى كتبوا مقالات مؤذية ومقالات فيها تحريض طائفي، كيف انه الام بي سي بتقبل، اللي هي محطة سعودية، كيف تقبل يكون هذا النصراني من عداد موظفيها والى اخره، كانه ما هي ثلاث ارباع موظفين الام بي سي مسيحيين يعني، واللي قاموا فيها وانشاوها ونجحوها هم المسيحيين في الام بي سي. للاسف بس الشيخ ابراهيم رد عليهم. لا هذه قبل هالقرار، هذا بنى على ما كتب في الصحف السعوديه، ولذلك طلب من الام بي سي انه توقف برنامجي. كنت عم بحكي عن قصة موقفي من نعم
من سوريا يعني. رح احكي عن سوريا، رح احكي اذا دكتور بشار الاسد قدر لك موقفك كمان. هو كل اللي صار من بعد اللقاء والمحاضرة يلي القيتها بالحرم الجامعي ب 2011 بعد 4 أشهر من بداية الاحداث بسوريا. صحيح. وقتها بدك تحكي عن سوريا هلا؟ بدي تقول لي بالحرف شو قلت. انا بالحرف ومكتوبة وعندي اياها، قلت انه يا جماعة أنا أقولها من دمشق بالفم الملآن، وكان في ناس حاضرين قاعدين كلهم أطباء، كان في مشفى الأسد العسكري أو الجامعي، مشفى الأسد كنت مدعو إلى جامعي. محاضرة، وكان في تقريبا شي 3000 طبيب، وقلت أنا أقولها من هنا من دمشق بالفم الملآن، أنا شخصيا مع جميع مطالب الشعب السوري، ولكن يا جماعة لا تهدموا الهيكل على رؤوسكم جميعا بقى، يعني المطالب تؤخذ ولكن بهدوء بروية من دون ما يصير في مش تنتزع، يعني ما يصير في دم، ما يصير في مجابهة، ما يصير في، لأنه بتدمروا الهيكل على رؤوسكم جميعا، هذا ما حصل يعني. بس بالنهاية كل الناس اليوم عم بيقولوا أنه كان معي حق، يعني حتى السوريين اللي انتقدوني في ذلك الوقت اليوم بس بلتقي فيهم بيقولوا كان معك حق. لما لكن بس بناء على هالموقف صدر هالقرار بحقك، لكن ما في حرية رأي بالعالم العربي كمان، يعني ما هذه يعني انه ما تحملوا رأيي، يعني ما تحملوا رأي اعلامي. بس انت بتكون افضل، يعني القيت محاضرة اوكتافيا نصر يلي كانت رئيسة شؤون الشرق الأوسط بالسي ان ان على تغريدة 140 حرف. نعم عند نعم وسي ان ان على سي ان ان لما حكيت عن العلامة محمد حسين، محطة أمريكية كمان قالوا انه هيدا الرأي ما بيمثل المحطة، وب 24 ساعة طردوها أقصوها من 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 مهامها. دكتور بشار الأسد التقيته مرارا؟ لا مش مرارا، يعني اللي زمان ما التقيته مؤخرا طبعا، بس قبل يعني بعد ما صارت الحادثة معي التقيته من حوالي قبل الانتخابات يعني. نعم قبل الانتخابات. قدر لك الموقف يعني، يعني حكيك او قال لك شيء او؟ والله شوف بقول لك شو قال لي. قال لي على كل حال ما تزعل لأنه سيأتي يوم. هيدي وقت لما صارت معي هو اتصل لما يعني عرف بالخبر وعرف أنه توقف برنامجي. نعم. وأنا استقلت من الام بي سي طبعا. صار في كنت أنا بدمشق وقتها وصار في اتصال. استقلت ولا أقلوك؟ لا أنا استقلت. أنت استقلت. أنا استقلت لأنه انتظرت، هم قالوا لي انتظر شهرين بيرجع البرنامج، انتظرت شهرين بعدين 4 ما رجع البرنامج، قدمت استقالة. هو بيد مين كان القرار؟ لأنه الشيخ وليد إبراهيم كان يعني من الناس اللي بيحبوك وبيقدروك. صديقي بقى يعني ما بدي حمله أكثر ما بيتحمل. نعم. أنا بقول إنه القرار كان سياسي ما كان قرار إعلامي. الملك؟ ما بعرف يعني في قرار في قرار من أحد الملكي. من 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 سلطة عليا في المملكة. إيه طبعا. هلأ الرئيس بشار وقتها دكتور بشار بعد شفته بعد منها على أثرها تماما، قال لي وقتها قال لي سيأتي يوم وسيعتذرون منك. بقى يمكن اليوم أنا اللي حصل بالانتخابات الأخيرة بسوريا ونسبة 73% اللي انتخبوا بسوريا من الشعب السوري يعني اللي قدروا انتخبوا، هيدا يعني بيعطيني شوية هيك ساتيسفاكشن، يعني بيعطيني شوية رضا انه انا اللي كنت عم بقوله الشعب السوري موافق معي عليه، مع كل من لانه اعتبروني بالاول انه انا ضد الشعب السوري وانه ضد مصالح الشعب السوري، وانا كنت عم بحكي عن مصالح الشعب السوري، كنت خايف على الشعب السوري انه يصيبه ما اصابه من نزوح من قتل من تدمير من ضياع، انا كنت خايف منه. بس اللي حصل بالانتخابات برايك هالسلطات العليا او هال اللي 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 وقف برنامجك حاول يعاقب الام بي سي بسببك كمان؟ ما بعرف اذا كان اذا شعرت الام بي سي انه عقاب لها، بس الام بي سي لا الحمد لله الام بي سي محطه ناجحه، ويعني ما عادت النجوم ضروريه لها لانه هي عم تخلق برامج فيها نجوميه، عم بتجيب نجوم كبار كمان يشتركوا ببرامج اغاني ومنوعات بس بعمره الفنان منه واجهة محطة، الإعلامي هو واجهة المحطة. قد ما كبر الفنان يعني شوف الـ MBC والمطرب ما بيعمل، ما بيكون هو البراند، هو البرودكت، هو السلعة أو المنتج اللي بيمثل. نحن كإعلاميين بنحكي هيك، ما أنا معك 100% أنا موافق على ذلك، بس
هل القيمين على محطة الام بي سي عندهم هذه النظرة؟ أنا بعتقد أنه هني متوجهين أكثر إلى برامج الانترتينمنت، يعني إذا عملوا الفويس وجابوا فنان كذا كذا، إذا عملوا الأرب جت تالنت أو عملوا أرب آيدل وجابوا الفنانين كذا، يعني عم بيستقطبوا جماهيرية كبيرة، هي جماهيرية للمحطة ما عادت جماهيرية لنجم معين، بقى صارت نجومية المحطة، يمكن عم بيسعوا إلى نجومية المحطة هم، هذه وجهة نظرهم. بس نحن مثل ما عم بتقول أنه النجم الجاي من الخارج ما بيكون واجهة محطة، نعم، ولا بيصنع واجهة محطة، اليوم هو بالمحطة بكرة لا. جورج خرداحي، كل الصداقات يلي كان عندك إياها، يعني والامتيازات والعلاقات العامة يلي كان عندك إياها خلال وجودك بمحطة الام بي سي، من بعد اللي صار انصدمت من كتير ناس أو من بعض الوجوه، يعني في ناس بيهربوا لا يردوا القائد. بس هي برافو عليك، دايما دايما بتحصل، هذه بتحصل وحصلت مع كتير ناس آخرين غيري. يعني صحيح أنه كان في عندي صداقات وكان في ناس بعتبرهم يعني في علاقة متينة وعلاقة قوية وعلاقة أخوة، علاقة طويلة الأمد، يعني علاقة عمر، يعني إحنا وياهم الحقيقة أنه اختفوا. خزلوك بمطرح؟ يعني خزلوني، خزلوا نفسهم، يعني خلاص أنا تستوعبون صرت؟ مش بس لا خلاص أنا يعني خرجوا من حياتي، يعني خلاص تستوعب الموقف يلي لا بنسيه بحطوا وراي، مش هلأ عملنا شيء بتحطوا وراك، هودي كلهم بكبون وراي. أمتى آخر مرة اتصلت بالشيخ وليد الإبراهيم؟ والله الشيخ وليد من حوالي يمكن شي 3 أشهر. شو وبرع العيد بداية رمضان عيدته، دايما في مناسبات بعيده. لا والعلاقة بتعتقد ممتازة. إنه بتعتقد إنه ممكن نرجع نشوفك يوما ما؟ مش لا أنا لا أسعى إلى ذلك، وبعتقد إنه لا يعني لا يلدغ المرء من جحر مرتين، خلاص يعني كل واحد بيمشي بطريق. بس أنا بضل في عندي مش بس إنه حنان أو اشتياق إلى الام بي سي، بضل في عندي كمان وفاء، لأنه الام بي سي إلى فضل علي مثل ما أنا إلي فضل علي. بتقول بينك وبين حالك جورج أنت تستاهل ترجع على الام بي سي ولا أنا بستاهل؟ خلص أنا بقول لك هي صفحة طويت وكل واحد مشي بطريق. لما حكيك بشار الأسد الرئيس السوري كنت عم بتقلي إنه قال لك عرفت دفعت ثمن موقفك إقصائك من خريطة البرامج على الام بي سي، شو صار في حديث؟ شو قلت له وشو قال لك؟ لا استغرب، هو طبعا استغرب إنه ما بيتحملوا رأي. طيب أنت شو ما عملت شيء، أنت حكيت وانا ما حكيت انه والله تأييد للنظام او انه انا مؤيد. انا عم بقول انه يا جماعه حاوروا النظام، لانه احسن ما تدمروا سوريا على رؤوسكم جميعا. انا بعرف شو هي سوريا، مثل كثير غيري من اللبنانيين والسوريين والعرب بيعرفوا حقيقه سوريا وبيعرفوا سوريا من الداخل. بقى لا تدمروا سوريا على رؤوسكم جميعا، لانه هذه المؤامره انا قلتها بالمحاضره، انه هذه المؤامره مثل ما شايفينها اللي بدأت بما سمي بالربيع العربي لا تستهدف الأنظمة العربية، بل تستهدف الشعوب العربية، تستهدف القدرات العربية. سوريا هي الوحيدة المنارة الباقية اللي فيها كرامة وعزة للأمة العربية، بقى بدهم يدمروها. طب الدماء مش مقصود النظام، ماذا قلته أنا؟ الدماء اللي أريقت بسوريا يعني سواء من المعارضة أو من الموالاة، في دم، في طبعًا دم طبعًا يعني طبعًا. بتقول إنه لا النظام السوري لا يجرم، والآخر بيقول بلا مجرم، لا لا بيقول لك لا الثورة أو ما يسمى بالثورة، أو يعني في ناس عنده تسمية، ما عم بحكي أنا تسمية، عم بحكي على أرض الواقع في في دماء، في مواد استخدمت، في دماء أريقت، في ناس رح يضلوا لأبد الأبدين بمبتورين أو عندهم جروح الحرب. هذا اللي بأسف، أنه دخلوا سوريا بهذه الدوامة اللي كان ممكن يتجنبوها في البداية، بس كانت مؤامرة كبيرة على سوريا وكلنا نعرفها وشايفينها. يعني لما برنار أونري ليفي راح قعد بلواء اسكندرون من هونيك عم بدير العمليات، بقى نحن بنعرف من هو برنار أونري ليفي، أنا كنت عايش بفرنسا وبعرف من هو هذا الفيلسوف الصهيوني. بقى في مؤامرة كانت على سوريا مش على النظام، انتبه. هلأ كان في مثلا أوكي استهدفوا النظام بليبيا بس، وسقط النظام في ليبيا وقتل القذافي، بس أين هي ليبيا اليوم؟ كان في استهدف النظام في اليمن، مش دفاعا عن الأنظمة، أنا مع تغيير الأنظمة، بس استهدف النظام في اليمن وعلي عبد الله صالح ترك، أين هو اليمن اليوم؟
الحمد لله أنه مصر قدرت تستعيد قوتها يعني بقدرة قادر، لأنه بسوء تصرف الإخوان بالحكم خلت الشعب يرجع ينتفض مرة تانية على هذا النظام اللي أقامه الإخوان مكان نظام حسني مبارك بقى. والحمد لله أنه حصل ما حصل، وإجا الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي اللي الشعب المصري حبه جدا لأنه يمثل إرادة الشعب، والشعب تبناه، وإن شاء الله تقدر مصر تطلع من هذا النفق. إعادة انتخاب بشار الأسد، أنت قلت أنه 73% من الناخبين، بس في الرأي العام العالمي كمان مناهض لنتيجة الانتخابات. رح يضلوا مناهضين، بعض المناهضين هلأ ما حدا عم يحكي. هلأ نحن نعيش زمن داعش. بزمن داعش بعدك عم تسمع حدا عم بيحكي، عم بيجيب سيرة الدكتور بشار الأسد أو سيرة نتيجة داعش، أو نتيجة انتخابات بظهور داعش سوريا. أنت بتأكد أنه قرارك كان صائب بال2011 والتصريح يلي تفضلت لا فيه؟ لا، ما حدا كان متوقع أنه تظهر داعش مثلا أو هذه القوى المتطرفة، بس كان في حراك إخواني بالمنطقة، بدأ من تونس مع حركة النهضة، ثم مصر، ثم ليبيا، ثم يعني كان في حراك وصل إلى سوريا. تعرف كان برعاية تركية وبرعاية من قطر وبرعاية من الإخوان في مصر. بقى هذه كانت المخطط لتسليم المنطقة إلى الإخوان. سقط هذا المخطط، سقط بفضل صمود سوريا وصمود الجيش السوري وصمود الشعب السوري أيضا، لأنه في شعب مؤيد لهذا. ماذا عن الشعب غير المؤيد؟ طيب يا خي، أوكي، في شعب دخلت سوريا بنفق، دخلت بمجابهة، صار في قتل من الطرفين. أنا لا أبرئ لا هذا الطرف ولا ذاك، ما عم بقول إنه النظام بريء، ولكن النظام فرضت عليه معركة عنيفة جدا وقوية. كان مجبور إنه يقتل، كان مجبور إنه يخاطب بنفس اللغة، لغة الدم. لما بتصير بالحرب ما بقعد فيك تحاسب، في قاتل ومقتول، وقاتل من هذه الجهة بساحة المعركة وقاتل ومقتول من الجهة الثانية. بقى يعني بهاي المرحلة بدنا نقيمها بعد. كيف ترى وتقوم الدولة الإسلامية الحالية اللي وأول خليفة للمسلمين؟ طيب شو يعني هذا يعني عم بيرجعونا إلى بدايات العصور الإسلامية؟ يعني ما بعرف، يعني أنا مش مصدقها. يعني عم نعيش نحن بزمن شوي في سورياليزم. سورياليزم، نعم، في سوريالية، يعني ما شيء لا يصدق. يعني وين وصلنا؟ حتى المتعمقين بالإسلام واللي أصحاب الإسلام المعتدل يعني مستغربين الشيء اللي حاصل ويهجبون ما يحصل. بقى شيء أمر لا يصدق، أمر لا يصدق بقلبهم للاعتداء، أمر لا يصدق. شو ما بعرف إذا كان له مستقبل هذا الحراك اللي عم بيصير هلأ الدولة الإسلامية في العراق والشام. ما بعرف إذا كان له مستقبل وقديش مستقبله. ما بعرف من هي الجهات التي تدعمه، تقف وراءه، تسلحه، تعطيه فلوس، إلى أي مدى. هل هو ورقة للتفاوض بعدين يستغنى عنها؟ بدنا ننطر شوي. يعني في حراك، هي صفحة جديدة. كان في القاعدة، هلا في داعش. ما هم يمكن وجهان لعملة واحدة، ما بعرف. يعني هكذا يقال. خلينا ننطر ونشوف. بس أنا ما بعتقد أنه هذه الفئات أو هذه الجهات قادرة تواجه جيوش نظامية. رأيك وين مسموع أكثر، كإعلامي أو كسياسي؟ يعني إذا امتهنت السياسي، أنا من السياسي، إذا امتهنت السياسي رأيك بيكون ثاقب أكثر، ولا كإعلامي بيوصل وبيودي أكثر الصوت؟ ما بعرف، ما فيني ميز بين رأيي. أنا رأيي سواء كنت إعلامي أو كنت سياسي. بتصدق الرأي أكثر من إعلامي أو منك أنت؟ بتصور رأيي كإعلامي اليوم، لأنه ما لي مصلحة ولا أي مصلحة سياسية، بتصدق أكثر ما أكون سياسي وعندي مصالح سياسية. بتصور موقفي اليوم ورأيي يصدق أكثر. رح أحكي عن المنصب، منصبك كنائب البرلمان بلبنان وليش رفضته، وبحكي عن صورتك السياسية بالإعلام المرئي. رح أحكي عن المسامح كريم وتفتح لي قلبك بعد الفاصل. الإعلامي جورج خرداحي، تفضل. حلو كثير وقت قلت ما بتندغ من نفس الجو.
مرتين. ضيف الحلقة والاحتمالات هي جورج خرداحي معنا بولا تحلم. في أحلام حققتها بعد؟ طبعاً دائماً، طالما الإنسان عايش وفتح عيناه ورأسه عم بيشتغل، دماغه عم بيشتغل. شو بتحلم؟ في أحلام كتير. شو بتحلم؟ حلم واحد؟ لا بحلم 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 ل ل ل لوطني، بحلم لأولادي، لعائلتي، لبيئتي. يعني ما عندي أحلام خاصة لإلي، بس أحلام عامة سميها. أحفاد كمان عندي، حفيد طبعاً. تفضل. شكرا. أوب، بتشوك هذا صبير؟ يعني 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 جده جورج؟ أنا جده. نعم جده جورج. نعم. شوفي يعني إذا جده وإذا؟ وكان شاب الواحد يعني. لك بتشكك إيه؟ هيدي بتشكك، هي بتشكك إيه؟ أنت حققت حققت الشهرة كنت بالأربعين، يعني حققت الشهرة وصرت جده بالخمسين معلم. إيه بسيطة، أو بنص بوسط الأربعين. نعم. ما صاروا أربعين، صاروا أربعين. لا أبداً أبداً أبداً، بعدك شاب وبتشرف العالم العربي والإعلام العربي. جورج خرداحي، بالبداية لما حوارتك ب 2008 قلت لي إنه ما كنت مخطط لشيء بحياتي من هالشهرة والأضواء والنجومي، بس لما تصير جزء من 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 هالمشهد اللي فيه فيه ضوء وفيه ضوء وضوء ضوء كذب، في كذب الشهرة. إيه يعني مجد باطل. مجد باطل إذا بدك. برافو عليك، مجد باطل وفاني. يعني ما يعني واحد ما لازم يخدها كتير بجدية. شفنا مشهورين كتار، شفنا عظماء كتار، وزور خداحي صدقاً في مريت بمرحلة من حياتك كنت بس تطلع بحالك بالمرآة تقول إنه أنا جورج خرداحي وما حدا بيهزني؟ لا ما بحياتي صار أبداً أبداً، مش بثقافتي ولا بتربيتي. بالعكس، أنا زلمي متواضع، down to earth، بعرف حياتي، بعرف حالي، وبعرف الحياة يعني مختبرها واختمرت بنفسي وبروحي وبعقلي الحياة. لا ما بحياتي فكرت هيك. دكتور باسم يوسف السنة الماضية سألته سؤال، قال لي نحن بالعالم العربي منحب نعمر ونزقف ونفرح للعمار الكبير، بعدين بس يتفاقم البناء ويتعاظم عنا متعة إنه ندمر، منقول أيوة بقى اتدمر بقى. فبيقول إنه قال لي أنا مقتنع إنه جاي يوم برنامجي رح ينشال، لأنه كل التصفيق اللي أخذته والتشجيع رح ينتهي، لأنه نحن ثقافتنا ثقافة تدمير مش ثقافة إعمار. أنت شو رأيك؟ أنا بلاقي فيها مبالغة، يعني مع احترامي لدكتور باسم يوسف، يعني فيها شوية مبالغة. هو برنامجه إجا بحالة طفرة، يعني بتعرف إجا مع الإخوان المسلمين، كان عنده مادة دسمة الإخوان المسلمين، وكان عنده الرئيس مرسي الموجود حاليا في السجن كمان مادة خصبة، لأنه الرجل في عنده كتير كان أخطاء، كان عنده هفوات، كان عنده كتير مسائل. بقى هذه ساعدت باسم يوسف وساعدت البرنامج أنه ينجح ويعني وهذا البرنامج كان متجاوب شوي مع رأي الناس ومع انطباعات الناس ومع المود تبع الناس. لما تغير النظام وطل السيسي تغير هذا المود عند الناس. مع وجود الرئيس السيسي ما في استيعاب بالإعلام العربي إنك تمس بالسلطة، سلطة الدولة. يعني منا مثل أمريكا أبداً، انه زملائه لباسم يوسف بالساتير شوز تبعهم بامريكا بعض المستمرين ما بينطروا اوباما ولا غير اوباما يجي ويروح. نحن شو اللي صار فيه؟ ما استوعبوه، ما استوعبته المحطه؟ ما لا لا لا، ما بعتقد، بس لانه بتعرف هو اول حلقه عملها بعد 30 يونيو، بتصور انه لامس فيها شوي المشير السيسي. بقى الناس غضبوا، الناس زعلوا، لانه الناس هالقد تعلقوا وتاملوا بالمشير الذي اصبح رئيسا للجمهوريه والله يوفقه. بقى الشعب المصري رفضه، الرئيس ممنوع يعني المساس كل بالرئيس. شيء كانوا يحبوه لباسم يوسف لما اندق بمس بمشاعرهم ومشي ضد التيار اللي هني ماشيين فيه رفضوه.
بقى لذلك دفع الثمن مسكين ومعش عنده مادي يعني هتكمل مع الام بي سي. كان متوقع انه يعني يخفض البريء والوهج يعني معش عنده مادي. طيب افترض انه الشعب المصري ضل حاب وكذا اليوم مثلا بوضع مصر الحالي شو بده يعمل؟ شو المادي اللي بين ايديه؟ ما بيقدر يخرج عن مصر. هل بيقدر يتحكم على شي حاكم عربي مثلا او على شي ملك او على شي امير؟ بده يشتغل بمصر. وجوده بالان بي ام بي سي مصر كمان كان كتير لانه كتب انه انت عم تشتغل بمحطه سعودي مش رح فيك لن تجرؤ حتى انه ترمي زر ورد على اي يعني مقام. كانت معروفه من البدايه وانا قلت والله انا لما انتقل على ام بي سي قلت لهم لن يطول ما راح يطول. برايك بيرجع على محطه مصريه ولا ليه؟ لا ليه لا بس بده يرجع طبعا ما بيعود بنفس الهاله اللي كانت عنده في زمن الاخوان. هو اجى مع الاخوان وذهب مع الاخوان. نعم. ما بيضل عنده نفس الهالي ولكن الرجل موهوب وقادر يقدم قادر يعطي شيء يسلي فيه الشعب المصري بنفس الاسلوب اللي كان ماشي فيه. كرم البدوي بيساوي كرم الابراهيم؟ كرم على الصعيد الشخصي على الصعيد يعني عم بحكي كونترا عم بحكي عقد لانه بس نقول جورج قرضيحي ما ربح المليون بتبلش من المليون وطلوع هيك بنبلش فعم بحكي عم تدخل باسرار المهنه لا يعني مش اسرار المهنه واسرار انا ما بحب احكي عن 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 لا ما بدي اقول لك قد ايه عقود يعني عن بس بعرف يعني بعرف. بس طبعا كان عقدي مع الحياه وما يزال يعني عقدي كان هو افضل من عقدي مع الام بي سي والله اف بس عم نتعذب شوي بتصدق انا كمان ماشي ليك على كل حال الظروف اللي مرت فيها مصر انا متروحن فيك على الهواء انا مبسوط انك موجود عشان نعم بعهد جورج يعني انا بامين يعني بين ايدي امين يعني انا مبلومهم كثير انا بلاقي انا شوي متسامح كمان بقول انه الظروف اللي مرت فيها مصر انا بلوم شوي ما تنسى انه ثلاث سنوات يعني الاعلانات خفت مداخيل المحطات خفت في مصر صح. بسبب ما حصل يعني لذلك ان شاء الله هلا اني مع العهد الجديد مع الرئيس السيسي مع الحكومه الجديده مع الانتخابات التشريعيه المقبله بترجع مصر بتستعيد حيويتها نعم. بيرجع الاقتصاد بينتعش وبترجع التلفزيونات بتنتعش بيرجع انا وياك ناخذ فلوسنا ناخذ فلوسنا زورج قرضيحي هل برايك سامعين يا اهل بدوي مش هيك بدك تقول جورج قرضيحي هل الإعلاميين يعني نحن كمان لازم نخفض أجورنا أسوة بما يفعلونه أهل الفن بس كرمال والممثلين للمنطقة تعبر من المحنة يلي عايشتها وبعدين لكل والله شوف مش غلط إذا كان واحد قادر يضحي وضحى يعني نعم. ظروف استثنائية عم نمر فيها على مستوى العالم العربي كله التلفزيون المصري نعم اليوم بمسلسل صاحب السعادة أول شيء في حرب إعلانية بين وجود أي محطة مصرية يعني بسلالة المحطة بالبيدجري تبعها في بس عرق مصري وأي محطة عربية أخرى موجودة بمصر يحكى بأنه في بيان غير رسمي تم توزيعه على الوكالات الإخبارية بيقولوا أنه التلفزيون المصري امتنع وبشكل رسمي ونهائي عن إذاعة مسلسل صاحب السعادة من إنتاج قنوات الام بي سي لأنه السبب الأساس هو أنه الام بي سي حولت مرارا وتكرارا إقحام وكيلها الإعلاني داخل التلفزيون المصري لاختراق السوق المصري والتحكم بوضع خريطة البرامج والتوجهات هذا اليوم البيان؟ بهاليومين والله شوف انا مش متابع كثير هالوضع اللي حاصل بين يعني حتى في بين اتحاد صار بين سي بي سي النهار الحياه نعم نعم في تضامن صار مصري بين المحطات المصريه لمواجهه الام بي سي مصر انا بعتقد انا بغلط هون الام بي سي مصر لانه الام بي سي مصر عم تقتحم السوق المصريه السوق الشعبيه السوق المشاهدي والسوق الاعلانيه وهذا غلط انتوا جايين ضيوف الى مصر بدكم تحترموا اصول الضيافه ما بينفع انه تجيبوا مدير مصري وتواجهوا فيه كل المحطات المصريه انا بعتقد هذا منتهى الغباء وهذا سيبوء بالفشل وبتصور يمكن الام بي سي بتتخذ اجراء بعد مثل ما بعرف انا عقل الشيخ وليد بيتخذ اجراء بيطلع من هالمعمعه كلها لانه هيدي رح بتضر الام بي سي كمحطه
عربية عامة. بس الام بي سي تعرف حضرتك شعاره شاشة العرب الأولى، عندها من الحكمة وعندها من الحنكة والذكاء إنه ما بتوضع يد على أي مشروع إلا إذا بتعرف حكما النتيجة سلف إنه هي صاحبة التفوق. فرؤيتها قبل المجيء إلى مصر بيعرفوا تماما إنه أنا وين ما روح رح كون نمبر وان، لأنه هني بيحبوا الريادة الام بي سي بلبنان. بس عندها الريادة الام بي سي. الام بي سي انا جزء من الام بي سي، صح، وانا كنت جزء من اداره الام بي سي، وانا حتى جزء كنت في 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 لجنه تقييم البرامج في الام بي سي. قلت لك الرجل الثاني، قلت لي لا لا يعني، بس يعني كان عندي موقع اداري في زمن الام بي سي اف ام. بقى هي عندها الريادي، مش ليش بس عم بس ليش حقها بالمنافسه، ليش عم تطلبها بالتفاصيل، بس حقها بالمنافسه، ليش تطلبها بالتفصيل، هي عندها اياها بالجمله. هي المحطة الأولى بدون منازع على مستوى العالم العربي كله، صح. بقى ليش عم تدخل بالتفاصيل وبالزواريب؟ اتركوا كل دولة وكل محطات محلية تعمل شغلة. هني أنا بقول لك، هني راحوا على مصر لأنه في طمع بالسوق الإعلانية المصرية. مصر دولة واعدة، مصر 90 أو 100 مليون شخص، صاروا 100 مليون نسمة، 100 مليون مستهلك. مصر يعني عندها سوق استهلاكية هي الأكبر ببعيد في العالم العربي. مصر ممكن تكون مورد إعلاني كبير للمحطات. لذلك الام بي سي اعتبرت أنه إذا دخلت السوق المصرية على الأرضي بيصير عندها جزء أو جزء الأكبر يمكن من السوق الإعلانية المصرية، تضاف إلى سوقها الإعلانية في الخليج. برأيك نفس الشيء دفع أو تمن روتانا مصرية مع الدكتورة هلا سرحان؟ يلي اللي صار لدكتورة هلا سرحان بمعزل عن سيناريو البرنامج وتفاصيله ومضامينه، برأيك كمان السوق الإعلانية كان إلى حصة الجمل والأسد بإقصاء روتانا مصرية من الصورة، من المشهد الإعلامي، لأنه عم بياخدوا من الإعلانات السوق المصرية؟ يمكن، بس هيدي صار بزمن مبارك. بس صار 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 الاعلانات، كان في مآخذ، كان في مآخذ اكثر، مآخذ يمكن انتقادات سياسيه وغيره على الدكتوره هلا سرحان في البرنامج اللي استضافت فيه فنانات وشعراء. بس وكانه يعني وكان الموضوع كله عوله. نعم ايه، وكانه عوله الموضوع على بيجوز يجوز يجوز. لكن اللي بده يلعب بمصر بده يلعب حسب الباراميترز، حسب المعطيات المصريه، بده يحترم اصول الضيافه كمان. انت جاي على بلد مش بلدك، بيرحب فيك بس بدك تحترم الأداب، أداب الضيافة. يعني ما تقتحم، أنت عم تقتحم السوق المصرية، عم تتحدى، عم تتحدى المحطات المصرية كلها، كلهم هلأ تكتلوا، سي بي سي والحياة، صح، والنهار والدريم وكلهم تكتلوا. طيب شو النتيجة يعني؟ بدك تعمل حرب مع الجميع؟ هل هذا الهدف؟ هذا هو الهدف؟ إذا هذا الهدف بعتقد أنت خسران. بس بحق لهم ينافسوا، عم بتقول عم بينافسوا، عم بينافسوا هم عم بينافسوا، بس ما لازم يدخلوا بالزواريب. هم عم اول شيء عملوا اول ضربه موفقه عملوها بصريح العباره. نعم. وانا من الحياه اليوم انه اخذوا رامز قرش البحر يلي كنت حضرتك كمان ضيف. رامز كان على مدى هالسنوات، ما تفضحني انه كنت انا انه كمان سوى فيني مقلب رامز. يعني انا بوجه له تحيه لرامز. رامز اكتشفت، انا ما كنت اعرفه ابدا، بس اكتشفت انه فنان وانه ذكي جدا وشغله مهني دقيق ومرتب. بنحييه وجوده اليوم بي ام بي سي مصر، يعني ضرب ذكاء صراحه. مش بس ضرب ذكاء، وجوده يمكن في فلوس، لانه مين بيدفع اكثر، مين بيدفع اكثر، مين بيدفع اكثر. ايه، بتعرف انت يمكن السنه يكون على ام بي سي، السنه الجايه يكون على محطه تانية. يحو برنامجي انا المسامح كريم، صح، اشتريته السي بي سي، اخذته من الاو اس ان، عم بتبثه السي بي سي، وكانت الام بي سي بدها تشتري، بس يمكن السي بي سي قدمت عرض افضل. هذا اللي عرفته انا. وجود الاعلام اللبناني بمصر، يعني حضرتك استاذ توني خليفه، راغده شلهوب، السيده راغده شلهوب انضمت مؤخرا، زميلتنا رزان المغربي اللي خاضت كمان تجربه الاعلام المرئي، كلنا بمصر، ليش اللبناني هالقد يعني مطلوب مرحب فيه؟ اول شيء ما تستغرب ذلك، نحن من قديم يعني من قبلنا، من اجيال قبلنا، نحن راحوا الى مصر وبرعوا وعملوا نجوميه في الاعلام. يعني مؤسسي الاهرام مين؟
أنطون جميل بالأهرام. تقلى سليم تقلى. سليم تقلى صح. وروز اليوسف وكل هال يعني كان في رواد قبلنا ذهبوا إلى مصر وكونوا شخصية وبرزوا في الإعلام المصري ككتاب كأدباء كمفكرين كشعراء كممثلين حتى بالفن يعني. ما تستغرب هالشيء. وانا فخور انا اللهجه المصريه انا فخور لا انا الشارع المصري لا ابدا بالعكس هني بيحبوا لهجتنا وانا بستغرب من بعض اللبنانيين اللي بيحكوا باللهجه المصريه بيلعبوا مقابلاتهم. انا بنصحهم انه يضلوا على اللهجه اللبنانيه لهجتنا حلوه وصاروا يفهموها وبيحبوها والمشاهد المصري بيحب اللهجه بيحبوها والا هم تعرف المحطات التلفزيونيه بمصر عم بياخذوا بعض مقدمي ومقدمات البرامج حتى يحكوا باللهجه اللبنانيه مش يحكوا باللهجه المصريه. مع احترامي وبحبها كثير اللهجه المصريه هي احلى اجمل اللهجات في العالم العربي طبعاً. بس كمان نحن لهجتنا فيها اصاله وفيها ذوق وفيها اختلاف خلينا والتنويع والتنوع مطلوب وحبايبنا في مصر صاروا يحبوها يعني طبعا طبعا واحيانا بيقلدونا يعني لما بيحكوا خاصه بس بيسيبوا اللهجه السوريه مش لا لا وهلا حتى السوريين عم بيحكوا مصري انا بشوف بالمسلسلات صاروا كل الممثلين السوريين صاروا يحكوا مصري كويس المسامح كريم عم ينعرض على الاو اس ان وعم ينعرض اليوم على السي بي سي صح نعم على السي بي سي شو قالوا لك الحياه بالاو اس ان لا أنا ما عنديش أنا لما عملت العقد الجديد مع الحياة وقفت الإكسكلوزيفيتي يعني فريلانس وقفت الحصرية نعم بالأول كان عندي عقد حصري معه بس بعد مرور سنة بتعرف طلبت أنه يعني بهالظروف هذه الراهنة لا يجوز أنه نضل حصريا وعملت برنامج المسامح كريم مع الـ OSN هلأ ما إلي علاقة لمن تبيع البرنامج الـ OSN يعني هي حرة تبيعه لأي محطة في العالم العربي أنا ما إلي دخل بقى فهمت بعدين إذا عرفت أنه خبروني طبعاً هم الـ OSN جماعة محترمين خبروني أنه راح بيبيعوه للسي بي سي مع أنه كانت الـ MBC بدها إيه يعني الـ MBC ما عنده فيتو علي وهذا شيء بيسعدني أنه هالشيء اللي حصل وقت الكتب والبيان أنه مراعاة لمشاعر الشعب السوري قررت الـ MBC إيقاف برنامج جورج إرداحي يعني ما عاد في مراعاة لمشاعر الشعب السوري هلا عم بيرجعوا بدهم ياخذوا برنامجي حتى انت تستاهل وقفوا عملوا له اعلان كانوا بدهم يبسوه كمان على 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 ام بي سي مصر لذلك اخذته السي بي سي نعم وعم يبث حاليا برمضان يوميا على سي بي سي بكار الصلح من افتح قلبك للمسامح كريم اذا بدك تعطيني شخصيتين بمصر اليوم تتوق انك تستضيفهم بالمسامح كريم وتصالحوا مع بعض مين بتختار باي مجال سياسي اعلامي سياسي عم بحكي سياسي بس بالسياسي خليني احكي بالسياسي اعطيني شي اثنين مختلفين ماني عارف مين مختلفين يعني بمصر بالعالم العربي يعني انا ما بقترح انه دولتين بدك هني طب دولتين من العالم العربي مبدا البرنامج عندي انه واحد انا ما بعرفه بيجي بيطلب انه نجيب له فلان صح حتى يصالحه صح بقى جيب لي واحد بده يطلب فلان انا طب انا طب سفيرين يعني سفيرين من دولتين مختلفتين من العالم العربي اي دولتين بتقول انه لازم يعني بمعيتك يتصالحوا العالم العربي كل يعني شوف ما بعرف في شي دوله متفقه مع الثاني بالعالم العربي تعمل رمضان بكامله بتعمل 30 ليله ما بعرف في شي دوله انت شوف وين صار وضع الامه العربيه وين صار وضع الجامعه العربيه شو هذا زمن عم بقول لك سوريالي زمن غير مفهوم ما له علاقه حتى بالزمن يعني كرسي المجلس النيابي رفضت الكرسي لا ما رفضت انا كنت يعني لو حصلت الانتخابات النيابيه بالصيف الماضي بحزيران الماضي انا كنت مرشح نعم وكنت مرشح يعني كنت اكون مرشحا على لائحه الجنرال عون جنرال عون طبعا في كسروان منطقتي وأخذنا كل التدابير والترتيبات وقدمت ترشيحي ودفعت العلاوي المطلوبة وكل ما هنالك إلى أن تأجلت الانتخابات وما زالت مؤجلة وبعد أن ستؤجل لسنوات أعتقد جورج قرداحي أنا لما أشوفك كمشاهد وكمتابع لحضرتك بس شفتك بمشهد مع العماد ميشيل عون ومع مجموعة كوادر سياسية شخصياً بلاقيك جورج قرداحي سولو
لوحدك كثير اقوى مما تكون مع باي مشهد. ما عم بحكي بس عن 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 لائحه الاصلاح والتغيير او 14 اذار حتى، يعني بشوفك لوحدك قيمتك ومطرحك اقوى بكثير من اذا ما هيدا ديلام بدك تفكر فيه، انه بدك تدخل بالسياسي بلبنان بدك تدخل من مكان ما بس تدخل كمستقل ما لك خبز وما في طريق امامك. بقى انا يعني قناعاتي وافكاري وميولي وفلسفتي السياسيه بالنسبه للبنان قريبه جدا من افكار الجنرال عون ومن معه يعني وحلفائه. بقى وجدت نفسي بها، بس مش معناتها انه رافض انا الفئه الاخرى، ما هن كلهم لبنانيين وكلهم بحبهم وكلهم في عندهم افكار جيده واحيانا افكار غير جيده مثل ما بثماني اذار نفس الشيء. بقى لذلك انا وين ما بكون سولو، ما بكون مع حدا يعني ما بكون تابع يعني لحدا. وزير التربيه الحالي الاستاذ الياس ابو صعب هو سولو يعني بالجامعه الامريكيه بدبي. طيب. وانجازاته كثير يعني بتحسه اوفر كواليفايد طيب للمنصب. بس اخذ منصب وزاري وعم بيشتغل وعم بينجز وعم بيخدم بلده وعم بيخدم المهمه اللي هو موكل فيها. انا ما بعتبر حالي انه انا بكون يعني رهيني لاحد. نعم. ماني رهيني لاحد، انا بضل عندي شخصيتي بضل عندي افكاري وين ما كنت. نعم. وانا بعتقد انه يمكن الجنرال عون حب انه يصير فيه هالتعاون بيني وبينه لاني هيك، لاني انا منفتح كمان على الطرف الاخر. نعم. وشوف هو هلا بالفتره الاخيره يعني من حوالي 3 اشهر الى اليوم انفتاحه على تيار المستقبل. لانه وجدنا بالنهايه ما فيك تخلي هالبلد بدك تدور الزوايا البلد يعني كل فئه واقفه ورا المتراس، بدنا نشيل المتاريس بين بعضنا ونرجع ننعش البلد. وفي والكرسي فارغه فاضيه والعين عليها. كرسي فاضي يعني بيجي حدا بيعبيها وان شاء الله يكون. فكرت انك بس تكون مع الجنرال ميشيل عون ممكن تخسر، يعني بيقولوا جورج أرضيحي عوني مش قوات. ما بعتقد بتخسر، عم بحكي باللهجه اللبنانيه. ما بعتقد بتخسرني، يعني انا ماني ضد القوات. بس اذا كنت يعني اذا كنت افكاري وتوجهي مع افكار الجنرال عون، نظرته للبنان، بس ثقافه الشارع مختلفه. يمكن بس بعدين بيفهموا يعني. لما بوضح افكاري وبيجي وقت اني اوضح افكاري واحكي فيها بيفهموها. هيدا انا بالنتيجه انا لبناني. نعم. انا لبناني، انتمائي لبناني، فلسفتي الوطنيه فلسفه لبنانيه فوق جميع الطوائف وفوق جميع الاحزاب. سؤال الاخير قبل الانتقال الى الفقره التاليه، هل تصلح او عينك على وزاره الاعلام في لبنان او انك بتطالب بالغاء كل وزارات الاعلام بالعالم العربي؟ لا بكير بعد، انا بعتقد الغاء هذه مطروحه كانت من زمان. صح. الفكره، وحتى في بعض الدول الاوروبيه الغتها. فرنسا مزبوط. الغت وزاره منصب وزاره الاعلام. انا بعتقد بعدنا بالدول العربيه نحتاج لوزارات اعلام، لانه نحتاج حتى ننظم الاعلام في العالم العربي. الاعلام حتى الاعلام الحديث، تعرف في غزو من الاعلام الالكتروني اليوم، في غزو من وسائل الاتصال الاجتماعي، في مش بس الاعلام العادي التلفزيون والاذاعه والصحافه المكتوبه وغيره، في اعلام حديث جاي علينا. بقى هذا كله بده تنظيم وبده تنسيق بين وزراء اعلام عرب، يعني سميه وزير اعلام سميه تسمية أخرى، ولكن بدك حدا يكون بهذا المنصب مايسترو يقدر أوركسترا. حتى يقدر يضبط هالمسائل. على تويتر أنت جورج أرضيحي، على تويتر، على إنستغرام عندك حسابات؟ أنا عندي على تويتر وعلى الفيسبوك، لأنه صار في كتير تزوير لمواقع. شو العنوان؟ عنوانك على تويتر وعلى فيسبوك؟ جي أرضيحي. على فيسبوك نفس الشيء كمان بترد وبتتواصل؟ أحيانا برد بس ما عندي كتير وقت يعني بتعرف، بس أحيانا برد وفي عندي ناس مهتمين بتابعوا كمان. حلم جورج أرضيحي بيتحقق أو ما بيتحقق بعد الفاصل. موسوعة. جورج أرضيحي وحلمك، في شيء كان بقلبك ونفسك تقوله وما اعطيتك الفرصه الليله؟
في كثير اشياء، بس والله الوقت بيمرق بسرعه معك. اللي بعد شيء كان طلع بدك تقوله؟ ماشي، كان في زوم نحكي، كان فينا نحكي كثير عن اوضاع العالم العربي. الى اين تذهب الامور؟ شو اللي صاير؟ كان فينا نحكي بعد اكثر، بس الوقت بس اللي قلته قلته، بس قلنا اللي قلنا. بدي اياك لو سمحت على الكاميرا نقطع الصوت وناخذ حلمه للاعلامي جورج كرتاحي. بيقدر يكون احلام عندي. امين يا رب. لا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ما في مره تفقع على الكرسي؟ لا مش عارف على الكرسي. طيب. جورج كرتاحي، بكره عنا النجم امير كراره. برايك باي كرسي بنبدا الحلقه مع امير كراره؟ شو في عندك كراسي اول شيء؟ انا شفت في العرش، في الاقلام الصحفيه، في الشوك، في طفوله، في نجوميه. شوف، يمكن الفنان امير كراره، يعني انا متابعه واثبت وجوده فعلا انه فنان متميز، متميز بادائه بالتمثيل وبشخصيته وبوسامته، بس الناس ما بتعرف كثير عنه. انا بعتقد خلينا نبدا بالكرسي تبع بداياته، طفوله يعني اذا بدك. اذا شكرا جورج كرتاحي، الاعلام العربي بيشمخ فيك. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا هشام. شكرا حبيبي، تفضل. كل عام وانتم بخير. شكرا وانت طيب. شكرا. شو بعمل على الكرسي؟ بقعد على الكرسي، كرسي الحلم. بقعد؟ ايوه، وبيتحقق ما بينكسر. يلا اوكي. هيدي كانت حلقه الاعلامي جورج كرتاحي. كل اللي قالوا انسمع، كل اللي انسمع تارشف. هيدي حلقه جورج كرتاحي. بكره امير كراره، الى اللقاء.